ما يبدو للبعيد عن الأحداث أو غير المتتبع لها عن كثب، فإن ما يجري في غزة ما هو إلا خبر عابر من مشاهد يتم تداولها في وسائل الإعلام، لكن ذلك يمثل في الحقيقة كابوساً لمن يعيشون الحدث بكل لحظاته. مشاهد الدمار والأنقاض والقصف تروي جزءاً من مأساة أبطالها، الآلاف من الضحايا والمصابين وعائلاتهم. الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءاً، والمنظمات الأممية والدولية بمختلف مسمياتها وتخصصاتها مستمرة في إصدار بيانات التحذير بشأن كوارث تلوح في الأفق مع استمرار القتال. المصدر الأكبر للخطورة يتمثل في وجود أكثر من 1000 جثة تحت الأنقاض من جهة، وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب المزيد من الجرحى من جهة أخرى. فضلا عن ذلك كله، ما أعلنته الأمم المتحدة بأن الوقود في تلك المستشفيات لا يكفي سوى ل24 ساعة. فرق الطوارئ مع ما تبذله من جهود خارقة تقف مذهولة أمام حجم الدمار وارتفاع عدد الضحايا والمباني المدمرة وضعف الإمكانيات الذي يعيق عمليات الإسعاف وانتشال الجثث وإخلاء المصابين. كل هذه المعطيات تنذر بكارثة وشيكة إذا لم تتكاتف الجهود الدولية بشكل حقيقي لنزع فتيل الحرب بشكل عاجل وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات وإخلاء الجرحى، لكن ذلك يصطدم بآلة الحرب التي تحصد المزيد من الأرواح.